الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب فضل صلاة الصبح والعصر. بعد أن ذكر في الباب السابق رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات، وذكر فضل الصلوات بالعموم، خصص صلاتي الفجر والعصر بالفضيلة، وذلك لأن صلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات عند الله عز وجل، وأفضل الصلوات على الإطلاق صلاة العصر، كما سيتبين لنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فصلاة الفجر وصلاة العصر هي ميزان الصلوات، فمن حافظ عليهما فهو لبقية الصلوات أحفظ، وإن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع. والامتحان في الغالب يكون على هاتين الصلاتين، وذلك لأن هاتين الصلاتين تقعان بعد النوم والراحة والدعة والسكون، فهنا يكون الامتحان والاختبار، هل يقدم المرء مرضاة ربه سبحانه وتعالى أم يقدم هوى نفسه وراحة جسده وبدنه. فلذلك هاتان الصلاتان هما أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكاثرت الأحاديث في فضل هاتين الصلاتين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذه الأدلة. فأولا قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان هما الصبح، هما الصبح والعصر، وهذه فضيلة عظيمة، لأن من حافظ عليهما دخل الجنة، لأنه لما سواهما أحفظ. إذا حافظ على هاتين الصلاتين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحافظ على البقية. وليس معنى الحديث أن الإنسان يكتفي بصلاة الفجر والعصر، لا، لأن الإنسان لابد أن يحافظ على الصلوات الخمس كلها، ولكن من حافظ على الفجر والعصر فسيحافظ على البقية بإذن الله عز وجل. ولذلك وعد الله عز وجل من حافظ عليهما أن يدخله الجنة. قالوا عن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، رواه مسلم. ففي الحديث الأول وعدهم بدخول الجنة، وفي الحديث الآخر وعدهم بعدم دخول النار، لن يلج يعني لا يدخلوا النار أبدا، ولكن هذا من حافظ عليهما وأقامهما كما أمر الله عز وجل، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وعد من الله عز وجل أنه لن يلج النار. قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. ثم قال رحمه الله عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، رواه مسلم. وهذا الحديث في فضيلة صلاة الصبح خاصة، لأن هناك فضائل عامة لصلاة الفجر والعصر، وهناك فضائل خاصة للفجر لوحدها وللعصر لوحدها. من فضائل الفجر لوحده هذا الحديث العظيم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني من صلى الصبح فقد استجار بالله عز وجل، ومن استجار بالله سبحانه وتعالى وقاه الله. فمن اعتدى على من استجار بالله عز وجل فإن الله عز وجل ينتقم لعبده، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمن اعتدى على من صلى صلاة الفجر بغير حق، لابد أن يكون هذا بغير حق، ما لو كان الاعتداء بحق فلا إثم عليه، لكن من اعتدى عليه بغير حق فإن الله عز وجل كفيل بأن يأخذ حقه من هذا الذي اعتدى عليه.
وفي هذا فضيلة الصلاة وصلاة الفجر خصوصا، وفيه بيان عظم حق المصلين، فإن الصلاة عند الله عز وجل لها شأن عظيم، فمن صلى الصبح فهو مستجير بالله عز وجل من كل أحد ومن كل شر، ومن اعتدى عليه فالله كفيل بأن يأخذ حقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا: فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، لأن من طلبه الله أدركه الله سبحانه وتعالى ولا مفر له. وهذا وعيد شديد على من يتعرض للمصلين. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة لهم وظائف كثيرة، من وظائف بعض الملائكة أنهم يتعاقبون بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاتين الفجر والعصر، وهذه فضيلة خاصة لهاتين الصلاتين، أن يجتمع الملائكة المتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يسألهم الله عز وجل وهو بعباده أعلم: على ماذا تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يصلون. قال فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ثم قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وهذا حديث عظيم فيه فضيلة هاتين الصلاتين، أن من حافظ عليهما فإنه موعود برؤية الله عز وجل في جنات النعيم. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يحافظ عليهما فإنه محروم من رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومن حرم من رؤية الله فهو كافر. وهذا من أدلة العلماء في كفر تارك الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الذي يحرم من رؤية الله عز وجل كافر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمحجوبون عن رؤية الله هم الكفار. فهذا الحديث عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم رؤية حقيقية، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا الله سبحانه وتعالى. وإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية يعني رؤية الناس سيرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر، لا يضامون، لا يتضايقون ولا يتزاحمون ولا يتضررون. كلنا الآن على الأرض وكلنا نرى القمر ولا نتزاحم على رؤيته ولا نتدافع على رؤيته، الكل يراه. فكذلك رؤية الله عز وجل يوم القيامة قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. انظر هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. لماذا قال لا تغلبوا؟ لأن هناك مغالبة بينك وبين نفسك وبين الشيطان في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: استطعتم ألا تغلبوا، في مغالبة. إذن المسألة ليست سهلة وليست هينة، ولذلك إذا نام العبد عقد الشيطان عليه 3 عقد حتى لا يقوم لصلاة الفجر، فهي مغالبة ومواجهة ومصارعة حتى تقوم وتؤدي حق الله عليك. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. متفق عليه، أو رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان فضيلة هذه الصلاة بخصوص صلاة العصر، من تركها فقد حبط عمله، وحبوط العمل
لا يكون إلا في شرك أو في كفر. حبوط العمل لا يكون إلا في شرك أو كفر. فدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن من ترك الصلاة فهو كافر، وخصوصا صلاة العصر. شوف، فريضة واحدة تتركها متعمدا حتى يخرج وقتها يحبط عملك. فالمسألة مسألة عظيمة، مسألة الصلاة ليست سهلة، ليست مجرد ذنب أو معصية، المسألة كفر، إيمان وكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن هي بينية فارقة بين المسلمين وبين الكافرين. وفي هذا الحديث فضيلة العصر خاصة، من تركها فقد حابط عمله، يعني كفر بالله. إذا عرفت هذا فليعظم الحرص على القيام بحق الله عز وجل في هذه الصلاة، بخصوص صلاة العصر. صلاة العصر كما ذكرنا في أول الكلام أنها أفضل الصلوات عند الله، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال العلم، دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عندما أشغل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قال: أشغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر أشغلهم الله. فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصص الوسطى بعد العموم من باب بيان أفضليتها على بقية الصلوات. فإذن على المسلم أن يحرص حرصا عظيما على نفسه ومن ولاه الله أمره على هذه الصلاة العظيمة، الصلوات الخمس عموما وهاتين الصلاتين خصوصا، لأنهما ميزان. وكثير من الناس اليوم يفرط في القيام بأمر من يعول، قد يقوم هو لصلاة الفجر وصلاة العصر، لكن عند أهله لا يقوم بالواجب عليه. أنت مسؤول عن بيتك وعن أهلك، أن توقظهم لهذه الصلاة، وأن تأمرهم أمرا، وأن تجبرهم جبرا، وأن تأطرهم أطرا، بل وتضربهم ضربا بأن يقوموا للصلاة. أما أنك تتوضأ وتجي المسجد وتترك عيالك، ما أنت معذور عند الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. أنت مسؤول عن أهلك أمام الله. فلذلك على المسلم أن يحرص على الصلوات عموما وعلى هاتين الصلاتين خصوصا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم هذه الصلاة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.